مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقه من حصاد الشمال. حصاد الشمال هذه المره ياتيكم من اقصى الشمال الموريتاني على بعد فراسخه قليله من منطقه عين بنتيلي، حيث تتواجد قناه شنقيط مع المنمين في هذا الجزء من الوطن. اهلا وسهلا بكم. الاسم ياجا. الاسم بادي. نحن الآن مع المنميين بادي وينجا في هذه المنطقة المسمات منطقة عين بنتيلي. إذن كيف هي الأمور عندكم هنا من حيث الأمن، من حيث الشراب، من حيث الطرق؟ كيف الأمور هنا؟ لما متواصل تبارك الله، يا غير خارج شيء قالوا الماء هون، قالنا مشكلة هون، مشكلة الماء. لما تبارك الله والحالة كاملة ما عنده مشكلة، واللي ظاهر انه مولي تبارك الله لا المراقب عليه. اخر شيء قالوا ما هو خارج طارح مشكلة، يا الله تنعود معروف انه شي فيه. اذا المشكل الوحيد المطروح هون هو قضية الماء. اذا انت بادي، لان تسولوك عن عادات وتقاليد هون في البادية، شنو هي؟ العادات ما شاء الله موجودة، كل شيء ما شاء الله كاين، اللي نحر يمشي للثاني، واللي حلب يمشي للثاني، واللي قال له شيء عند الثاني جيتوه يقبوا ما فيها ما شاء الله، للثاني عنده مشكله قالت له نشرب تحت عادي عادي. انا جنبي انا هون معكم تقريبا 5 ليالي و6 ليالي، الحمد لله انا عايش في امن واستقرار. ما حسينا كون تقريبا في داخل العاصمه، داخل عاصمة الولاية هي زويرات، الحمد لله الأمن موجود. تحدث عن الماء، نوعية الماء الدور، كانوا الماء الشراب الرقبة، والله ما الحيوان. وأنتم الآن درك تشربوا بسم الحيدة، تكلمني عن الماء الدور شنو؟ وارك اللي نشربوا مويها من الواية، ما عندنا من لا البشات، ما عندنا رواية أخرى نقدروا نستدلوا بها للماء. يسوى من أي عندي عنه دور عود مبلغ من المني قد تجيبه وتليل عاد في تنكي، وهذا ما قد يستقر في الشيء. ايوه ورايبك اللي رايين شيء قال مويه الله، عقب ذلك من يفوت مويه الله ايش لا يخلي لا يطير الناس وعود لبلد العاد فيه رياضه والعاد فيه شيء والعاد فيه كل شيء ما تلقى احد يستقر فيه. واحنا نختار هذا لبلد اللي هو إن الناس بعيد منه ولا هو قادي ينيلو حد بشي، نختاروا يعود يتوفر فيه الماء. من يتوفر فيه رزو يعود متوفر من مالي الماء فيه. وياك هنا الناس تقتن فيه. زين الأستاذ ينجا، الأستاذ ينجا تكلم عن قضية مهمة جدا، هي قضية وجود رزو. تكلمون أنتم شوي عن قضية هاي رزو، وش هي نتيجته؟ رزو ما شاء الله ما خالق نتيجه، ما هي فيه اللي عطش يعلم براس، واللي خلق فيه اللي وجع يعلم به، واللي نعاقب ما شاء الله ما عنده مشكله، لكنه نقرا الدشره ما عنده ما شاء الله اي مشكله يبقى يطرحها، ما طرحها اي طلب، لا الوقت اللي يبقى يطلبه ولا يامن علينا وعلى المسلمين والمؤمنين. وتورزو ما شاء الله ما عنده مشكله. والنقل كيف يعني؟ هون الزورات مسافه تقريبا 400 كيلو، والبير عندي عنه اكثر من 200 كيل، احنا جيناكم هنا تيها بسفر طويل. النقل كيف يتوفر؟ نقل الطرق اختاروا يعدل في الطرق. الطرق قصة ما شاء الله ما عنده مشكله، لان بقوها تسهل كامله ويعدل لك الطرق ما شاء الله سهله. الطريق طرقوات ما شاء الله الوتات ما يحصروا فيهم، بليده فيها رزو كامله، الوتات ما شاء الله ما يحصروا فيها، لا عندهم مشكله، عرض زينه ومتقاد، لا عنده ما شاء الله اي مشكله. اوكي. إذن مشاهدي الكرام، فاصل ونواصل. تعتبر ولاية تير الزمور إحدى الولايات الرعوية بالبلاد، وتختص مراتع هذه الولاية بأنواع متعددة من الأعشاب يفضلها الرعاة والمنمون على الأصناف الأخرى الموجودة في مختلف مناكب أرض الجمهورية الإسلامية الموريتانية. قناة شنقيط سبيلا منها إلى الوقوف على الحالة العامة بهذه المنطقة، أوفدت فريقا متكاملا وقف عن قرب على حالة المراعي والإكراهات التي تواجه المنمين بهذه المنطقة النائية. شاكرين قناة شنقيط المجيها إلى
تقريبا 1500 شمال البلاد قرب عين بن تيري، فهي أرض زمور. نعم علينا مولانا الحمد لله ما شاء الله، الأرض آمنة وبخير ما شاء الله، ما عندنا من مشاكل الحمد لله، ما قلت المياه. هكذا إذن أكد المنمون أن هذا الجزء من البلاد بات آمنا بفضل الله والمنظومة الأمنية المحكمة، كما أكدوا أهمية الاتصالات في هذه المنطقة وأشادوا بما تحقق في مجال الطرق وغيرها، لكنهما ماطوا اللثام عن الضرورة الملحة والمستعجلة لوجود الماء الصالح للشرب وسقي الحيوانات استكمالا للتنمية في هذا الجزء الغالي من الوطن. لبرنامج حصاد الشمال، عزيز عبد الله. إذن أستاذ ينجى، أنت كبير القوم هنا في هذه المرابع، كيف تتطلعون إلى فتح الطريق بين موريتانيا والجزائر، والذي بدأ الحمد لله بدأت الشاحنات تفيد عبر الحدود الجزائر موريتانيا؟ إيش يمثل لكم هذا الطريق، طريق نواكشوط الجزائر؟ نبغوه يفتحنا، نبغوه يفتحنا، غير نبغوه في زمن الخريف ينقلق به المو به هون وديان مانعين، قالت تسهل الطريق واعدته وتعدل، ومهمة عندنا الأمن مولي، مهم عندنا وزلزلين عندنا، هذه الناس اللي عندنا احنا وهي مجابرين ومتخاويين وعلى أمن، والناس كاملة كلها في بلو ولا عنده مشكلة، وهذا مهم عندنا. انت استاذ اسمكم بادي، بادي قول لي، تكلمني عن تواجد قناة شنقيط معاكم الليلة هون في هذه تقريبا 1400 ولا 1500 نواكشوط، تواجدنا معاكم هون أيام معاكم، نأكلوا معاكم الكسرة، نشربوا معاكم اللبن جزاكم الله خيرا، نأكلوا معاكم اللحم، نمشوا معاكم شرب الحليب، يعني كنا مواكبينكم، كيف تنظر إلى تواجدنا كقناة هون؟ تنقلنا لكم ياكن شبوا أخباركم عبر قناة شنقيط، تكلمني عن ذاك، تفضل. جزاكم الله خير، والله إلا أرض بعيدة متنقلة، تقلتونا من هاي طول أعماركم إن شاء الله، وجيتونا وقدرتونا وقتم معنا راحتكم، وذا اللي عدنا لكم والله ما أننا مستكثرين باللي أنتم نزعقتونا من الأرض البعيد وجيتونا واللي معيدينكم عليها ويطول أعماركم أنتم أهل الشنقيط، وجزاكم الله خير. إذن لهنا رسالة كينجا، تكلم لي عن أهمية الأمن في التنمية هون، الحمد لله البيل الأغنام الحيوانات تعيش الحمد لله، وقلت في أمن الحمد لله، اسم أمن وسلام، أهمية هذا الأمن في التنمية شنو هي؟ كانها مهم، كان وقع مهم في التنمية، إيش كيف الأمن شنو أهميته بعد قاع أهميته سابق الأمن، كنت مدركة الناس كانت تهنا هون ولا كانت خايفة ما كان قاد حد يستقر قاع هون، ما كان حد قاد يستقر به اللي ما هو راي الصيفة قد يستقر به، الما ما هو رايو والأمن ما هو رايو ورزو ما هو رايو، وهذا كامل خلق، وهذا تبارك الله كامل خلق، خلق رزو خلق الأمن، ولما هو اللي مشكلته ما سارت ما فات نجبر سمعته، ولما منين يجبر الناس لا تستقر ولا تعود في بلادهم مطمئن كاملة ومطمئن أمنها ومطمئن الناس اللي مواطنة فيها. إذن أنتم النقص اللي عندكم الوحيد في 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 الماء، في الماء صونداج، وعد لكم سوى بارد وسوى مالح، صونداج بارد وواحد مالح، واحد الرقبة واحد حق حق ما الله، واحد بارد يعد لنا وواحد مالح الحيوان حق هذا البدل اللي هو بادي. يقول لي اياك الحيوانات ما فيها امراض هنا تياها، كيف اياك ما فيها جراب، اياك ما فيها بو بزيزيلة ولا بمرض ذاك اللي تسمو، اياك ما فيها باطي ولا امراض هنا ما شاء الله، والله هذا العام يجرب الا مطاميه لا مطاميها منه قدر شوي مويه من الجراب ولا لباس، والحيوان الثاني لا يذكرش منه فيه. هو زين من درا دركانكم قضجاتكم، قد جاكم تلقيح الحيوانات هون، هالدقة كانوا قد جاكم هون؟ ما عاش جاؤنهم من هما
ما اهل الدقه ما جاونا ما جاونا محال. انتم تدقوا ذاتيا عندكم الدقه انتم رافدينها ولا شلون؟ الا عندنا الشيء بعد مضاد وتوف ما هي ما هو الدواء قبالي غير بعد عندنا مضاد وتوف نعدلوه لها نظام زال جيد زيد الاضاءه شوي انت المخرج. اذا اذا تختاروا ايش تختاروا قضيه الدقه هذه؟ نختاروا هاد الشينا نختاروا البطاره الشينا كاع وتتسني ما شفتي التنميه اللي هي وتعود ما اللي عندها اهميه. تعود لا بد لها من اهميه لا بد الدوله من تعود عارفه لهالشيء عارفه لهالشيء اللي عارفه لها لانها عندها التنميه ولا بد لها من الدواء ولا بد لها من هالسائل يوليو لاحظوا كاملين اللي يالله ينتج بهم. اذا مشاهدي الكرام في نهايه هذه الحلقه من حصاد الشمال نشكر ضيفينا من هنا من منطقه عين بن تيلي الاستاذ ينشا وللدير كما اشكر ضيفي اسمكم بادي والقنداي. اذا ينج بادي كان ضيفي هذه الليله من منطقه عين بن تيلي في اقصى الشمال الموريتاني حيث واكباني خلال هذا البرنامج الذي استطاعت قناه شنقيط الحصول عليه من هذه المنطقه لتظل شنقيط دائما رائدة في هذا المجال. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة من هذا البرنامج إن كان في العمر بقية. هذا عبد الله الزبيري وحييكم من منطقة عين بن تيلي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.